انا اسمي احمد شعبان بحر. انا عرفت ان انا عندي السكر في اخر الثانويه العامه، كان بعد وفاه والدي باربع سنين. من سنه اللي انا حبيتها ما كنتش عارف اتكلم معاها ولا اتقرب منها بسبب سناني، ونفسي يرجع بيا الزمن لأول يوم أنا أهملت في صحتي وفي سناني، يا إما إن أنا أحاول ألحق اللي فاضل منهم دلوقتي وأصلحه. أول سؤال، ليه أنت يعني ليه علماء طب الأسنان يصنفوا حالة بحر كما أنت قلت لي علمياً على إنها الأصعب في العالم؟ تندرج تحت مسمى أنها الموست ديفيكالت. تمام. الأول لازم نبقى عارفين إن في تجميل الأسنان إحنا عندنا ثلاث أنواع أو ثلاث حالات في عالم تجميل الأسنان. في حاجة بتبقى سامبل، الحالة اللي بعد كده حالة اسمها كومباوند. كومباوند يعني مركبة. لو اتنقلنا بقى للمرحلة الثالثة وهي الكومبلكس. الكومبلكس يعني معقدة. معقدة ليه؟ معقدة لأن بيبقى فيها اللثة والأسنان وتدخلات تانية كمان. لما عملنا الأشعة ثلاثية الأبعاد لقينا إيه؟ لقينا في كيس. فالكيس اللي تحت الأسنان لازم يتعمل للأسنان ريليتد ليه، بيتعمل لها علاج عصب. فاحنا هنا أضفنا كمان علاج عصب ليه. تاني حاجة مخليها كومبلكس، الأسنان نفسها الرصة بتاعتها مش مرصوصة الرصة الطبيعية، يعني حتى الأسنان مش معوجة بس، وعندي سنة داخلة في نص السنة المكسورة. فاحنا عندنا كمان رصة الأسنان very complicated، يعني صعبة جدا. فانت زودت حاجة رابعة، يعني زودت غير علاج اللثة وعلاج الأسنان وعلاج العصب، تدخلت تدخل جراحي. علاج اللثة نفسه كان كومبلكس ليه؟ لأن أنت في الحالة دي أنت ما عندكش زيادة في اللثة منتظم. من غير الكلام اللي احنا قلناه ده مش ممكن تطلع كيس توصل للمراحل اللي احنا وصلنا لها. عشان كده الكيس دي فعلا من أصعب الكيسز، وعشان كده هي اتقابلت في مسابقات عالمية بره، فبنقول عليها أوسكار تجميل الأسنان. فالكيس اللي زي كده اللي بتبدأ تخش تنافس في المسابقات العالمية في تجميل الأسنان. فالكيس اللي زي كده اللي بتبدأ تخش تنافس في المسابقات العالمية في تجميل الأسنان.